بس الحقيقة حيدة جاي ورانا. عارفة أمين نفسك مش شايفاه ولا سامعاه. طيب يلا يلا بسرعة يا عمجو. ما تخافيش يا أستاذة هنوصل قبل الحظر. مش حكاية حظر يا عمجو. أمال حكاية إيه يا أستاذة؟ خلاص يا عمجو خلاص. ممكن أتكلم معاكي كلمتين؟ تيسا عندك كلام تقوله؟ طب اسمعيني بس. يبدو العربية خدت عين. هنزل أبص على الكبوت أكيد في حاجة حصلت كده هوت. إن شاء الله هنوصل قبل الحظر. طب أنا هنزل أشوف بقى عم جودة. تفضل. اللي حصل ما كانش مترتب ولا مقصود. يا سلام فجأة لقيت نفسك بتقدم لي نفسك على أنك موظف في الـ HR مش كده؟ لا مش كده. أمال إيه؟ كذبت عليا ليه؟ لعبة وعجبتك؟ ناقصة لخبطة؟ عندك حق بس هي مش لعبة والله العظيم. أنا فكرت كتير أقول لك أنا مين بس كنت عارف إنك هتبعدي. أنت مستغنية وشايلة كرامتك على مناخيرك يا مسك. مش هتقبلي إن ابن صاحب الشركة يتقرب منك أصلا. صح ولا أنا غلطان؟ برضه مش مبرر. عارف اللي أقدر أأكده لك دلوقتي إن أنا هو أنا يعني حازم بتاع الـ HR هو حازم ابن صاحب الشركة. ولو مش عايزة تقسي علينا وتديني وتدي نفسك فرصة أنا قدامك أهو. كابتن دور العربية يا كابتن. ها بكرة الساعة 6 أوكي؟ نعم. ما تنجز يا كابتن. ها كده هنتأخر على الحظر. معايا حريم. لا انت كده هتوصل بعد الحظر بتاع بكرة. اقفل الكابوت يا عم جون. اقفل الكابوت. انا هبعت معاكوا عربية وينش يطلع في المحروسة. انت بتتريق يا كابتن. كلام واضح بس المعنى مش مفهوم. العربية دي خنزيرة يا استاذ. عارف يعني ايه خنزيرة؟ اسمع كلامي يا عم جودة ويلا بينا. مش يلا بقى ولا ايه؟ نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6